والجيم الأول بيست أوف ثري بين مستر هاورد اللي هو ماخذ جيس هاورد وشاويو. منو ماخذ شاويو؟ يوردز 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 إن شاء الله قلنا اسمه صح بإذن الله. أوكي شوف مستر هاورد مستانس جيس مستر هاورد اللي باللعبة مستر هاورد اللي مستانس شوفه قاعد يطالع فوق أحد بيصوره حقيس. أول جيم نشوف حلوة هذا تشيك داون فور على طول نو على طول سريع داون فور. كل واحد فيهم قاعد يشوفون بعض من يطق أول. شريكين شنو بعد ما ما هذه مشكلتك هم كومبو داون وصل للطوف أول سبلات ادفانتج. وين الأوكي؟ جيس بريج وعنده وان سوبر بار. حلو عادي لو تشيك ياخذ الجيم. جيم ثاني مبوكن مبوكن ثانية حلوة الهوب كيك من يورد حلوة الباونس هذا الباوند وول سبلات وول كاري ما استغلها يخالف ما يخالف والميكس اب الميكس اب مسكه جمبين ما يخدر جيس ما يخدر حلوه البيري وايد حلوه خلص على الجيم يا سلام عليك يا يورد. انا اول واحد اشوف ينقي شاويو الحين بالبطوله هذا اول شاويو بالبطوله حاليا ما ادري عن اللي فيهم الثاني شاويو الحلو فيها ان عندها لو بروفايل حق وايد اشياء حلو الكم حلو الكم اشتغل مستر هاورد اشتغل مستر هاورد لا المفروض كان ما يقطع كذي ما يخالف ندرو على اساس يخوص فجة من مسكه نايس باوند والكومبو ميكس اب وين ميكس اب حلوه الصده هوب كيك الخدره واضحه كانت شوف الوول سبلات لا بوش ما يخالف بس خدره حلوه حلوه حلو الجيم متمكن خذ جيم قوي وجيم سريع يورد يورد تتوقع ان مستر هاورد راح يغير الشخصيه ولا راح يستمر فيها؟ لا اعتقد انه راح يستمر يعني بس المفروض يكون مبين الولاء مبين مبين الولاء بس الحين المفروض انه اوكي المفروض انه اوكي المفروض انه الحين يكون فاهم طريقه شاويو او شلون يلعب يورد فالمفروض الحين انه يقدر يطلع كل السكيلز بلوته بشخصيته يعني صار داونلود صار داونلود وين الاوكي ماكو قاعد يحاول ما يدخل ما يطلع من الوول هذا الوول سبلات حلوه نايس يبي وول ثاني نايس حلو الموفمنت من مستر هاورد اوكي عنده فرصه يورك 1 1 جابين سريعين هذا هوب كيك بدايه الجيم نو ريسبكت كومبو باوند اي اكس هل راح نشوف تاجا هذا البيري اوديه على الطوفه وش وول سبلات ثاني اتوقع انه ما اتوقع الوول سبلات بيري طبعا لما نسوي البيري يكون الدمج سكيلد وايد زين انك قاعد تسوي له وول كاري تريد صح بس لصالح لصالح شاويو لان طبعا هو كان عنده لايف ليد من شاويو و باوند كومبو ثاني ما تشيك الحين متمكن مستر هاورد احسن من جيم الاول قاعد يحاول يسوي بوش عالي يورد قاعد يحاول انه يتاقلم مستر هاورد شوي شوي اشتغلت الماكينه مستر هاورد ماكينه الالمانيه الالمانيه على امريكيه على جيس هاورد الماني صدق على بالي امريكي امريكي خليط 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 مو كراوزر يصير اخوه ما شنو اوكي المهم على اي حال
و جيم ماتش بوينت حق مستر هاور. لازم يشد حيله يورد يورد. حلو قاعد يحاول يبطئ الجيم شوي شوي، ياخذ نسب، دور فتشه، مكمل مستر هاورد بالروبوكنات. كان ممكن يسوي له بانش وداع الطوفه. نايس، حلو البيري، حلو البيري. خلينا نشوف قاعد يصير له دروب، قاعد يصير له دروب وايد. هذا الوول سبلات وياخذ الجيم هذا 1-1. نايس نايس. انا قاعد الاحظ ان يورد يعني تقريبا دارس شلون ان مستر هاورد قاعد يقط على مسافه معينه، قاعد يحاول يقط له، دائما يصده بالبيري اكثر من مره، اكثر من محاوله. ف بغير شخصيه. اوكي نيجل، لا عبالي كان من نيجل والله، يمكن ليش لا، السكه بالمضرب على وجهه، ليش لا. هم شاوي. اوكي يلا الجيم الثالث اللي هو الجيم الاخير والفصال بال هي بيست اوف 3 الحين، هي بيست اوف 3 نعم حاليا. الجيم الاخير والفصال بين يوردز ومستر هاو على نفس الكاركترز، خلينا نشوف. ما تقدر يبي بشر تريد لصالح كيس. نايس جاكل باوند، كان يبي اوك، كان يبي اوك تريد ثاني لصالح كيس بس ما نسوى اي كومبو. يعقوب اوكي الحين كيس فرصه للكمباك سوبر بس خلاص انت خلص الجيم، تيجي خلص الجيم، تيجي خلص الجيم. عيب عيب هذا كيس. اول سبلات اول سبلات هذا اول راوند بالفاينل جيم لصالح مستر هاورد. مستر هاورد مستر هاورد اشتغل مستر هاورد. لا ما كان في كومبو لكن شاله بأوكي. وول سبلات وول جاكل كان طيق بظهره ما يقدر يصد. صح راوند سريع جيمي. تعال انا لازم اعتذر. يعطيك العافيه يا عدول وقلت لك الحين مين راح يدش ويانا؟ اي يعقوب. السلام عليكم. اهلا يعقوب. اهلا على ما عاد يروح عنده مباراه بطوله كينج فايترز. اي هني حق كينج فايترز ثانيه عندنا هني يورد شاويو مع مستر هاورد النقيس. اي نعم الفاينل جيم بالست. حلو والحين رام حق كل واحد مبين الحين ان مستر هاورد حاليا ماخذ هو السبيسنج الهيلث ليد والسبيسنج حاليا لصالح يوردز. صح يوردز يس يوردز. رد مره ثانيه على النيوترال جيم بالنص الشاشه. قيس حاول الحين يدور على فرصه يدخل فيها لاعبين اثنيناتهم ويدش كسر الكومبو حطه بالزاويه ربوكن. يا سلام على الفلوب. ماتش بوينت الحين نقدر نقول حق مستر هاورد. هذا الحين ست بوينت. ست بوينت نعم. الحين يورت قاعد يحاول شوي شوي نبذ الزاويه كاونتر فور حطه بالزاويه دز طوفه بس ما كملها ما اخذ الوسبلات. مستر هاورد قاعد يحاول الحين انه يقلب الموازين، يحاول يختار يتلقلوه مره ثانيه، يحاول يدور له فرصه انه يهجم بس ما قدر. يا سلام على البلوك بس ما قدر يسوي فيها شيء ويكنسل ماكس كنسل بس ما قدر ينزل الزاويه. شوي 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 قاعد يحاول ينزل الزاويه ولكن يورتز يا سلام على الباري ويكمل وراها ياخذ السكرو ينزل الزاويه ما قدر الله استفد من الطوفه. يا سلام عليك يا يورتز. اقوى جيم للحين بالستريم موجود والله. جيم حماسي مبين المستويات جدا جدا متقاربه ويرفع لونشر يحاول ينزل بالزاويه وياخذ السكرو ويبن الزاويه. ها شو الاوكي؟ ماكو اوكي لانه ما اخذ الوسطات عدل. مستر هاورد حاليا يحاول شويه يغير رتم اللعبه، يبي يحاول يلقى له فرصه يدخل فيها. هل راح يهيب بكاونتر داون 2 عفوا داون 3 اذا ما غلطان. هذا يكنسل ينزل الزاويه ياخذ جراند باونس يحطه بالطوفه ما قدر. يا سلام عليك. كمل على كمل مسكه بس طلع من الزاويه. المفروض انه يحاول يحافظ على الاوكي هناك بس ما يخالف عنده هيلث ليد حلو
بس لحين ما دش ريج مود شاويو، شاويو عنده ريج مود الحين ويرفعه خوش بنش ويعطي بالزاوية ويسوي الريج ارت، بس ما ظن راح يموت. لا بس عنده بوزيشنينج ممتاز. ها شو الأوكي ما كمل على برشا مالك ويكمل. يا سلام عليك يا مستر هاورد، يبوقها بوق يبوقها بوق. الريج ما ده آخر شيء. Give in to your fears. قيس هذا هذا الله قيس. كانت صراحة مباراة شيقة، مع إن أنا داش على آخر شيء يعني، بس لا نايس خاصة آخر جيم كان.